بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي. اليوم إن شاء الله غنطرح عليكم واحد الكيش كفكرة العشاء، فيه جلد جديد بزاف ومكونات ليا جد سهلة وبسيطة. إن شاء الله جربوه من إعجابكم. إلى عجبكم أخواتي متنساوش ديرو لايك الفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد كتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبة لهذا الكيش غنحتاجو ليه على بركة الله العجين سبقلي، وحضرتو معاكم هو العجين نصف مورق. غنخلي لكم الرابط باش تعرفوا على العجين اللي استعملنا. وبالنسبة للحشوة غنحتاجو على بركة الله 250 غرام ديال البورو أولا البوغو اللي خدينا وشحرناه في واحد المعلقة ديال الزبدة مع شوية ديال الملح والإبزار. غادي نحتاجو علبة ديال الطون مصفات من الزيت، ولا كان الطون ديال الماء يكون أحسن. عندنا 6 قطع من يعني 6 أصابع من السوريمي، اللي ما متوفرش عندها السوريمي يمكن ليها تستغني عليه، ماشي شي حاجة اللي هي ضرورية ولا تعوضو بالكوفيد. عندنا شويه ديال الجبن، انا عندي شويه ديال الموتزاريلا، وعندي فرماج احمر، ملحه، ابزار، ثلاثه الحبات ديال البيض. عندنا واحد 200 حتى 250 مليلتر ديال الكريمه، الكريمه الخاصه بالطبخ. وعندي كيس من الخميره ديال الحلويات. يعني هذه هي الحشوه ديال الكيش. ندوز على بركه الله طريقه التحضير. اول حاجه كنطلقوا العجين ديالنا. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي سرحت العجين. ديما العجين كنقطعوه كبر من القياس ديال القالب. يعني مثلا القطر ديال هذا القالب هو مثلا 24 سنتيمتر، كنقطع العجين ديالي في العرض ديالو في القطر ديالو 30 ولا 5 ولا 36 سنتيمتر. ديما كندير بحساب هذا الجناب هذا، يعني باش نحاولوا نطلعوه بجناب. غادي نتك كيف ما كتلاحظوا، غادي نتقب هذا العجين مزيان بالفرشيط، وغادي ندخلو للثلاجة بما صيد الحشوة. ديما هاد الا كانت عندكم سواء لاباط فيتي ولا لاباط بغيزي ولا هاد لاباط صابلي ولا هاد العجين هذا اللي استعملنا اليوم، اللي يعني سبق لي حضرت معاكم كيجي نصف مورق، علاش كندخلو للثلاجة قبل ما نخدمو بيه؟ كنلبسوه للقالب ولا الصينية الا كنا غادي نخدمو بها، كندخلو للثلاجة تيقق دمق بطراسو نص ساعه ساعه ساعتين، تيبقى في هاد لافورم هادي. يعني هاد العلو هذا ديال هاد العجين ما تيهبط ما تيتقلش ملي كيدخل الفران. يعني بزاف ديال الاخوات كيعانيو من هاد المشكل هذا، كيقول لك الكيش اولا اي طرت حلوه ملي تنبغيو نصايبوها ملي تندخلوها للفران تيتقلص الحجم ديال هاد السمك ديال هاد العلو هذا، هاد الارتفاع ديال هاد العجين تيتقلص الحجم ديالو. ديما تنقول لكم هذا هو الاستيس اللي غادي ديروا، انكم تدخلوه للثلاجه مده نص ساعه ساعه. يعني السيدات تسرحها في القالب ديالها وتدخلها للثلاجه، تقبض راسها مزيان قدما قبضت راسها، يعني ملي كنقولوا يعني كتكها وتدخلها بالقالب ديالها صافي. ومن بعد غادي ندوزو ان شاء الله باش نشوفوا الحشوه ديالنا نخلطوها. من بعد ما طلقنا العجينه ودرناها في القالب اولا في المول، غادي نخدمو دابا لاباري ديال الكيش. لاباري تاع الكيش غنحتاجو لهاد الحبات ديال البيض كيف ما قلنا، غنحتاجو لا كريم فريش اللي يمكن لكم تعوضوها ب ديما تنقولها بياغو ماشي ياغورت مسوس، هذاك بيرلي مسوس. غادي ندير شويه الابزار اولا الفلفل الاسود. انا غندير غير شويه تاع الابزار لانني هنا بغيت نستعمل واحد شويه ديال السودانيه اولا الشطه، لان كتعرفوا اي حاجه فيها الحوت الا كتبغي تجي شويه حاره. شويه الملحه لان باقي المكونات راها مالحه، غير شويه فقط. وديك ديك الكيس تاع الخميره الحلويات اللي عندنا، غادي نخلط هاد المكونات كلها. صافي دابا لاباراي راهي واجده. هنا خديت شويه ديال الفرماج حكيته وغادي نوضعو هنايا في يعني لو فون ديال هذا سميتو ديال الكيش. غادي نوضع دابا شويه ديال البواغ وهذا البورو، ما عرفتش شنو سميتو باللغه العربيه، نحاول نوزعو هكا. الا ما كانش البورو يمكن لكم ديروا بصله، دابا كاع كاينه البصله الخضاريه في السوق، يعني راه يمكن لكم حتى هي تجي جديده بزاف، يمكن لكم ديروها بحالها بحال البورو ماشي مشكل. غادي نوزع الطون. علاش انا درت البورو؟ لان هذا الكيش هذا الاساس ديالو هو البورو، وكتعرفوا ان اي حاجه فيها الحوت
اي حاجه فيها الحوت، سواء كانت خوفيت او لا هكا، غير قطع ديال الحوت الابيض ولا كتبغي، كتبغي بزاف البر وكتواتى معاه بواحد الشكل اللي هو يعني زوين. وانما الانسان ديما يقضي باللي عنده، ماشي بالضروره يتقيد بشي حوايج، يعني حتى البسطاط هي راه مزيانه. غادي نحاول نوزع دابا هاد القطع ديال السوريمي اللي يمكن لكم تعوضوهم بالكروفيت، ولا يمكن لكم تستغناو عليهم ماشي مشكل. هنا واحد يعني انا غادي نسم هاد الكيش ديالي، خديت وريقات تاع المعدنوس غادي نقطعهم غير هكا كنرميهم، يعني ماشي نخليهم هكا كوريقات، يكونوا غير مغسولين ونوزعوهم على الكيش ديالنا. دابا غادي نفرغ لاباري اللي عندي، نحاول ما نعمرش حتى للفوق، وهي نورمالمون عادي غادي تقد ليا هاد القياس اللي دايره انايا. من بعد غادي نخليه، كتشوفوا ان الفخوماج الاخر ما غاديش نديرو دابا حتى وكان يطيب هاد الكيش هذا. ديما انايا هاد الكيش كنخليه ديما الفرماج هو الاخر، سيرتو الا كان فرماج احمر، الا كان فرماج احمر ما تنديروش في الاول، كنخليه هو الاخير عاد كنضيفو. نحاول نوزع هاد لاباري بواحد الشكل اللي هو مقاد. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي، صافي غادي ندخل دابا الكيش ديالي الفران اللي يكون مسخن من قبل، يعني الفران يكون سخون مزيان على 200 درجه. غادي ندخل الكيش على 200 درجه واحد 10 دقائق، من بعد غادي نقص عليه حتى 180 ونخليه يطيب على خاطره، حتى كتبان ليا راه غادي يبان لكم باللي يطيب من التحت واحد شويه، عاد من بعد شعلوا عليه الفوق وخليو الفران ديالكم من الفوق لتحت كيطيب الكيش، راه غادي يبان لكم، تبان لكم هاد لاباري غاديه وكتنفخ، وغتبان لكم لاباط بلا راها طابت. صافي وغادي نخرجوه، غادي يدي لنا واحد نص ساعه حتى 35 دقيقه غادي نخرجوه. قبل ما نخرجوه 5 دقائق غادي نوضع واحد شويه ديال الفخوماج اللي عندي، انا عندي شويه ديال الموتزاريلا وفخوماج احمر، غادي نوضعهم من الفوق وندخلو عاوتاني توكين يذوب الفرماج ونخرجوه ونقدموه بصحه وراحه. الكيش ديالنا اخواتي كتلاحظوا معايا من بعد ما طاب، يعني كياخذ واحد شويه ديال الوقت ديال الطياب ما بين 30 حتى 35 على 180 درجه. في الاول قلنا ان ديك 10 دقائق الاولى كتكون الفران على 200 درجه، من بعد كنقصوا حتى 180 درجه وكنخليوه كيطيب 5 دقائق قبل، ولا واحد 5 حتى 3 دقائق قبل ما نطفي عليه، تنخرجو تندير فوق منه الفرماج وتنردو الفران حتى وكان تيذوب ليا الفرماج، تنخرجو تنخليه يبرد واحد شويه، ضروري ما يبرد واحد شويه، تنضرو فوق كنديرو فوق واحد الشبكه حتى وكان تيبرد، ماشي برد بزاف، المهم غير باش ما نتفاداو انه يترجع لي ديك الرطوبه ويتعجل لينا من التحت، وتنخليه حتى وكان يعني تنقدموه هكا. كتلاحظوا هذيك لاباط اخواتي، شوفوا معايا، شوفوا معايا هذيك لاباط اللي استعملنا، هذاك العجين نصف مورق كيف تيجي، تيجي رائع جدا، هانتوما لاحظوا كيجي الفيطاج ديالو راه باين، يعني بحال الا مورقينو، شي حاجه اللي هي رائعه جدا، ان شاء الله تجربوها ويولي معتمد عندكم في المسائل اللي كتكون مالحه وكنحتاجوا لها العجين المورق. كنتمنى اخواتي الحلقه تعجبكم، الى عجبتكم تنسوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، وتبارطاجيو معنا الفيديو هذا في المواقع الاجتماعيه تاعو فائده. الى حلقه مقبله حول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.